مرحبا. بما انه المعمول التمر من اشهى الحلويات يلي بينتظروه الكبار والصغار من سنه لسنه، بهيدا الفيديو رح نحضره بطريقه جديده ونمده على صينيه بدل ما نقدمه باشكال تقليديه. ولنحضر هيدي الوصفه لست اشخاص، اول شي بدنا نخلط المكونات بوعاء. بقلب وعاء بدنا نحط كوبين ونص من الزبده المدوبه مع كوبين من الحليب كوب طحين وسبع أكواب من السميد الناعمة. نخلط شوي ومنترك المزيج على جنب لمدة 3 ساعات. وهلأ بدنا ندعك العجينة بإيدنا لحتى يصير عنا عجينة متماسكة. إذا حسيتيها ما عم تتماسك ضيفي لها زبدة مذوبة تدريجيا. ومنترك العجينة على جنب لمدة 5 دقايق لحتى ترتاح. وهلأ لنحضر الحشوة بدنا نحط بوعاء 500 جرام من معجون التمر مع 100 جرام من زبدة المذوبة ومنخلط منيح. بعد ما نكون خلطنا الحشوة منيح منقسمها لأقسام. وهلأ منحمل الفرن على حرارة 180 درجة. وهلأ بصينية مستطيل بدنا نرص نص كمية عجينة المعمول ونمدها بإيدنا. وهلأ مناخد أقسام من الحشوة ومنمدها فوق العجينة لحتى تغطيها بالكامل. وهلأ منمد نص من العجينة المعمول فوق الحشوة. ومننتبه نحن عم نملصها. وهلأ بواسطة السكين بدنا نقطع المعمول بتأني لمربعات أو إذا بتفضلي لمعينات. مندخل الصينية على الفرن ومنخفف درجة الحرارة ل 160. نتركها لمدة 15 دقيقة لحتى يتغير لون الأطراف والوجه للون الذهبي. بعد ما يكون نضج المعمول بنتركه على جنب لحتى يبرد. وبنرجع منعيد الخطوط اللي عملناها قبل ما نطبخه. إذا تشققت عجينة المعمول بتكون استعملت كتير من السميد، وإذا طلعت قاسية بتكوني ما استعملتي السميد الكافي. بتمنى تكون عجبتك هيدي الوصفة. تابعيني ببقية الفيديوهات لوصفات ولا أشهى. وبتمنى لك إفطار شهي.